بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتضن جامعة الكويت بكل فخر فعالية الاحتفال بيوم الأمم المتحدة تحت شعار الشباب من أجل العمل المناخي. الشباب يقود الطموح بمناسبة مرور 77 عاما على إنشائها، وذلك في يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية. ويسعدنا أن نرحب بهذه الشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الشباب في دولة الكويت، فهم أغلى أنواع الاستثمار على الإطلاق. هو الاستثمار البشري الذي تفوق مردوداته جميع استثماراتنا، ونأمل أن تكون هذه الفعالية باكورة التعاون المثمر مع الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الكويت. وترقبونا بهذه الاحتفالية بما يعود بالخير على شباب بالكويت والمجتمع الدولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمم المتحدة تحتفل كل عام في 24 من شهر أكتوبر بيوم الأمم المتحدة، يوم الذي نعمل فيه سويا ونجدد فيه التزاماتنا المتعددة الأطراف نحو عالم مستدام وأفضل يحفظه ويحفه السلم والأمن الدوليين. نحتفل هذا العام في جامعة الكويت وبالتعاون معهم ومع كافة الشباب الكويتي ومؤسسات الدولة بالعمل المناخي والجهود التي يقدمها الشباب من أجل العمل المناخي. لدينا جلسات حوارية يقودها الشباب، لدينا معرض من مبادرات وإمكانات الشباب، ولدينا أيضا الحلقة الكبيرة التي الأولية التي نفتتح بها هذا اليوم وفعالياته يوم 26 من أكتوبر في الساعة 10 صباحا في فرع جامعة الكويت بالشدادية المركز الثقافي. ندعوكم جميعا للاشتراك معنا للاحتفال بهذا اليوم، والتأكيد على أن تعددية الأطراف في التنمية المستدامة هو عمل أصيل ومستدام مع الشباب وبالشباب.